نرحب بعودتكم مجدداً إلى المدرسة لنعمل معاً للمحافظة على صحة وسلامة الجميع. يرجى متابعة التعليمات من خلال هذا الفيديو. يرجى مراقبة الصحة العامة بصفة يومية قبل الحضور إلى المدرسة. سيتم متابعة درجة حرارة الجسم لدى الطلاب بمجرد حضورهم إلى المدرسة. خلال تواجدكم في المدرسة يرجى الحرص على عدم التنقل والبقاء في المحيط القريب مع مراعاة التباعد الاجتماعي. يرجى ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين وتنظيفها باستمرار. يرجى إحضار ما يخصك فقط من طعام أو ماء. عند شعورك بالتوعك يرجى إبلاغ مدرس الفصل فوراً، وسيتم فحصك من قبل ممرضة المدرسة. سيتم توجيهك إلى غرفة العزل عند الحاجة لحين حضور ولي الأمر. في حال الرد بالإيجاب على الأسئلة الموجهة إليك، وفي حال مخالطتك لشخص مصاب بكوفيد، يرجى عدم الحضور إلى المدرسة لحين شعورك بتمام الصحة. لنعمل معاً في سبيل تحقيق الصحة والسلامة للجميع في مدرسة الكويت الإنجليزية.